صبحك الله بالخير، صبح على السادة المشاهدين، أيوة. واشكرك على هذه الاستضافة مع النجم الكبير محمد كرم وثلاثة من كوارث الكرة الكويتية ثلاثة واخوي علي مبارك. تشرفت في هذه حبيبي يا مشاري. ساعة المباركة ساعة المباركة، بس انا بوقف عن جزئية الثلاث الكوارث وبعرف ليش ثلاث كوارث، لكن طبيعية طبيعية مش الله بعد عنا شعور الكوارث ايضا من المتميزين. واليوم يبنى اخوي حق جمال مبارك عشان يكون ابو سمره السكره ابو ضحكه منوره والمغرد العزيز والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي علي مبارك. حيا الله علي، ساعه المباركه. الله يحييك وصبحك الله بالخير، مع ان ودي اقول لك مسي عليكم الله بالخير، بس يلا ما يخالف بطوفه. مسي 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 انا اقول يلا خلاص مسي عليك الله. قبل نبلش في امورنا كلها خليني ابارك لك علي. احنا نشهد في اليومين الماضيين المؤتمر او الملتقى الاعلامي العربي في نسخته الرقم 14، تم تكريمك من ضمن ايضا كوكبه الاعلاميين اللي تم تكريمهم في هذا الملتقى الاعلامي العربي في نسخته الرقم 14، فمبروك هذا التكريم ويا رب تكون من المستحقين باذن الله. جزاك الله خير، مشكور. تستاهل يا علي، خليك تستاهل يا علي. مشاري ليش من الكوارث؟ واحد مطلعنا من كاس العالم، صح. الثاني هم مطلعنا من كاس العالم، مباراه ايران مات الكشاف اللي صاد الكشاف وكرة خلط جول، ممتاز. والحبيب مدافع وياه، لا دخلنا كاس العالم. شلون ساكت عنه؟ ما اقدر يعني اكثر من كذي. والنجم الغدير وصلنا كاس العالم، احسنت. فاشن تان استاذ علي، احسنت كبير وعلي.